هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. المنتخب الوطني بيان سور، أي واحد أي مغربي كيتمنى المنتخب إن شاء الله ينال هذا اللقب، فهو لقب عزيز وغالي، ويا ربي إن شاء الله يكون من نصيب المغاربة. أما بالنسبة للمنتخب أنا متفائل خير، ما عرفتش علاش، لأنه أول مرة ما كاينش واحد المساندة كبيرة، الناس ما تفائلينش بالمنتخب ديالنا بحكم الظروف ديالنا، بحكم الاختيارات، بحكم المستوى اللي شفناه في الماتش الأول، مي إن شاء الله غادي يكون خير. أنا كنتفائل خير إن شاء الله بالمنتخب، كنتمنى لهم التوفيق. وأبخبو المنتخب ما بغيتش نبدا نتفائل من الاول عاوتاني وكذا، خليهم حتى ان شاء الله نشوف فين غادي يوصلوا. وحنا بيان سور حنا مغاربه، الوغ المغرب غادي تبغي غادي تبغي المغرب يوصل، غادي تبغي المغرب يدي لا كوب، غتبغي المغرب يدي كلشي، مي ما بغيناش عاوتاني نبداو نبوسيو بزاف التفاؤل باش ما نكونوش باش ما تكونش واحد الفقاعه غادي تطيح على الارض ديك الساعات ابخي. وكنتمنى لهم ان شاء الله غير الاستمراريه ان شاء الله حتى لافان ديال هذا البرنامج. قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.